فقال الصحابة: والله كنا في الحج نقول كلنا حجة الوداع حجة الوداع، ولم نكن ندري ما الوداع، كلنا نتلفظ نقول حجة الوداع. أنا شهيد عليكم، أنا شهيد عليكم يعني عند الله سبحانه، أنكم قتلتم لألا كلمة الله، أنكم بذلتم أنفسكم لألا كلمة الله. وزار عمه حمزة أيضا يا معاذ، كان النبي يحب معاذا. لعلك يا معاذ تمر بهذا المسجد من عامك القادم فتجد قبري قريبا من هذا المسجد يا معاذ. يقول لأصحابه: خذوا عني خذوا عني، لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحثت على كتاب الله ووصى بكتاب الله، فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. وحثت على كتاب الله، ثم قال: أهل بيتي وأتى به إلى أمير ظالم ومبير يعبث برأسه ويأتي بالسيف يدخله بين أسنان الحسين رضي الله عنه. مذاكرة سير الصالحين وتذكر الموت والوفاة والبعث والنشور والحساب والثواب والعقاب، كل ذلك له أثر على رقة القلب، ومن ثم ينعكس ذلك على العمل بإذن الله. في هذا المقام أذكر بشيء من الوارد في وفاة رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. فلو كان ثم أحد ينجو من الموت لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وكما قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكما قال الله سبحانه لرسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولقد قال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالموت خير واعظ، أو من خير ما يتعظ به الشخص، الموت الذي قال الله في شأنه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فمات الصالحون من قبلنا، مات أبونا الكريم آدم عليه السلام، وماتت أمنا الكريمة حواء عليها السلام، وماتت أمم وأجيال، ومات العبد الشكور نوح صلى الله عليه وسلم، ومات خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ومات الكليم كليم الله موسى عليه السلام، ومات داود، ومات سليمان، وماتت أمم، وكل سيموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كما مات أيضا الجبابرة والقياصرة والأكاسرة، مات فرعون، ومات قارون، ومات هامان، ومات النمرود، وماتت أمم أبادها الله جميعا، ثم إلى الله عز وجل المرجع والمآب. استشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت قبل موته عليه الصلاة والسلام، استشعر أنه سيموت، وذلك لعلل أو لمقدمات وإرهاصات. فقد جاءه جبريل عليه السلام يعارضه بالقرآن، وقد كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة في رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه أعرضه بالقرآن مرتين، فاستدعى فاطمة عليها السلام وأسر إليها بحديث، وكان بجوارها عائشة رضي الله عنها، لكن أخذ فاطمة وانفرد بها. فإذا بفاطمة عليها السلام تبكي بكاء شديدا، ثم أسر إليها بسر آخر
فإذا هي تضحك وتضحك بشدة. فقالت عائشة: ما رأيتك اليوم من ضحك أسرع إلى بكاء، أخبريني يا فاطمة ما الذي أسر إليك به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فاطمة العاقلة الرزينة سيدة من سيدات نساء الجنة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أتتها عائشة، قالت: يا عائشة، قد مات الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبريني ما السر، ما الذي أضحكك وما الذي أبكاك؟ قالت: أما الذي أبكاني فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني فقال: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك يا بنيتي إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري. فذلك الذي أبكاني. ثم أصر إلي بسر آخر فقال: يا فاطمة، إنك أول أهلي لحاقا بي، فاتق الله واصبري. أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ سيدة نساء أهل الجنة، فذاك الذي أضحكني. وهكذا استشعر النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أمور أنه سيموت صلى الله عليه وسلم، أنه سيموت عليه الصلاة والسلام، وذلك أيضا من نزول سورة النصر عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعت هذه الصورة إلى الرسول أجلا، لأن الاستغفار يشرع في نهاية الأعمال. فاستشعر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيموت هذا العام استشعارا، وليس هذا الاستشعار بلازم عند الجميع، فقد يموت أقوام فجأة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام استشعر ذلك. فصعد على المنبر ذات يوم من الأيام وخطب أصحابه خطبة عليه الصلاة والسلام، فقال في خطبته إن عبدا خيره الله عز وجل بين الجنة وبين ما عنده، إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. ولم يجد النبي على ذلك، فلما قال النبي هذه المقولة: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، لما قال ذلك بكى أبو بكر بكاء شديدا، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري وأنا جالس أتعجب، ما قال النبي شيئا في الظاهر يبكي، ولكن وجدت أبو بكر يبكي، لماذا يبكي؟ ما فهمنا شيئا، لكن كان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا، فعلم أن هذا العبد هو رسول الله، وأن الله عز وجل خيره بين ما عند الله سبحانه من النعيم المقيم والفردوس وبين الدنيا، فاختار النبي الآخرة على الأولى. قال أبو بكر: فعلمت أنه لن يختارنا، فلذلك بكى أبو بكر هذا البكاء الشديد. استشعر النبي صلى الله عليه وسلم الموت أيضا في حجة الوداع، ففي خطبته الفاذة الجامعة في حجة الوداع يقول لأصحابه: خذوا عني، لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وأيضا في هذا الصدد كان معاذ ردف النبي صلى الله عليه وسلم. فمر النبي عليه السلام على مسجده فقال: يا معاذ، وكان النبي يحب معاذا، لعلك يا معاذ تمر بهذا المسجد من عامك القادم فتجد قبري قريبا من هذا المسجد يا معاذ،
أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فباكى معاذ رضي الله تعالى عنه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أسفاره فمر بغدير بين مكة والمدينة يقال له غدير خم، فنزل هو وأصحابه عند هذا الغدير غدير خم، فقال لأصحابه: أيها الناس، ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعاني فأجيب، يوشك أن يدعاني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحثت على كتاب الله ووصى بكتاب الله، فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، وحثت على كتاب الله. ثم قال: أهل بيتي، أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. كأنه علم صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله أن أهل بيته سيلقون عانة من بعده وسيؤذون من بعده، وقد كان شيء من ذلك، فقد قتل الحسين رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وصبت النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوه شر قتلة وضعوا رأسه في طست وأتى به إلى أمير ظالم ومبير يعبث برأسه ويأتي بالسيف يدخله بين أسنان الحسين رضي الله عنه بعد أن منع من الماء زمنا لا يشرب، والماء يشرب منه الكلب والحمار والفاجر والكافر، وابن بنت رسول الله محروم منه إلى أن قطعوا رأسه. فالنبي يذكر: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعر أنه سيموت فبدأ يجتهد في عبادته عليه الصلاة والسلام. كان كل عام يعتكف 10 أيام، في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم. كذلك عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فاجتهد عليه الصلاة والسلام في العبادة اجتهادا شديدا بعد أن استشعر موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بكى النبي عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا وذهب يوضع أصحابه، ذهب إلى البقيع، بقيع الغرقد، يزور البقية ويزور القبور في البقية: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أتاكم ما توعدون، وإن غدا بكم للاحقون، أو كلمة قريبة من هذا المعنى قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أيضا عليه الصلاة والسلام إلى شهداء أحد يزورهم في قبورهم، يزورهم عند قبورهم ويسلم عليهم ويقول لهم: أنا شهيد عليكم، أنا شهيد عليكم، يعني عند الله سبحانه، أنكم قتلتم لإعلاء كلمة الله، أنكم بذلتم أنفسكم لإعلاء كلمة الله. وزار عمه حمزة أيضا رضي الله تعالى عنه، زار الرسول عليه الصلاة والسلام شهداء البقية، زار الموتى في البقية، وزار أيضا شهداء أحد، زار شهداء أحد عليه الصلاة والسلام كالمودع لهم، زارهم وصلى عليهم كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام. قد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته هذه التي مات بعدها بنحو من 63 يوما، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت هذه مشعرة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيموت، وقال الصحابة: والله كنا في الحج نقول كلنا حجة الوداع، حجة الوداع،
يكن ندري ما الوداع. كلنا نتلفظ نقول حجة الوداع حجة الوداع، ولا نعلم ما المراد بالوداع. فإذا بالوداع وداع النبي صلى الله عليه وسلم، ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فلا حجة له بعد ذلك، لو سيموت عليه الصلاة والسلام. فأشهد أن الصحابة كانوا يقولون حجة الوداع حجة الوداع، ولم يكونوا يدرون ما المراد بالوداع، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بنحو من 63 يوما صلوات الله وسلامه عليه.